مساء الخير مشاهدينا، بنرحب بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من مباشر من مصر على شاشه المصريه. النهارده هنكون معاكم في متابعه سريعه لاهم اخبارنا اليوم، بعدها هيكون في سهره فنيه وموسيقيه جميله، يا رب ان شاء الله تستمتعوا بيها بقياده الفنان ايمن جوزيف، وهو صاحب ومايسترو فرقه شويه فن. هنقرا مع بعض ونتصفح سريعا اهم اخبارنا، وطبعا بالتاكيد الخبر اللي بيتصدر المشهد اليوم هو القصف الاسرائيلي الغادر. الشروق بتقول الرئاسه السيسي وبان كي مون اتفقا على تهدئه الاوضاع في غزه. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة. تناول خلال هذا اللقاء آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والتدهور الحالي في الموقف على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أكد الجانبين أيضا على خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة وقف كافة الإجراءات العسكرية والعمل على منع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف. لن نريد الأمور أن تتطور أكثر من ذلك، وأيضا حتى لا تصل الأمور إلى الاشتعال اللي حيودي بكثير من الأرواح. أكد بيان رئاسة الجمهورية أيضا أن السيسي وبان كي مون اتفقا على بذل الجهود مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يحقق التهدئة المنشودة في الأوضاع، وبما يتيح أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة. أبو مازن رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قام باتصال وأكد من خلاله بكل أطراف المعنية وعلى رأسها رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطالب أبو مازن السيسي بتوجيه نداء للالتزام باتفاقية الهدنة. أوضح عباس أيضا في كلمة بثها له التلفزيون الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية العاجل اليوم الأربعاء بمقر المقاطعة برام الله، إن الرئيس المصري قال نتابع ونحن على اتصال ونحن أيضا مستعدون. أضاف عباس: يا فخامة الرئيس، أرجو أن توجهوا نداء بالالتزام بالاتفاقية الخاصة بالهدنة التي وقعت عليها مصر عام 2012، فأكد له أنه سيفعل ذلك وأن مصر ستقوم بهذا الدور فورا. معي الآن على الهاتف السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح. مساء الخير سيادة السفير. مساء الخير، أهلا وسهلا سيادة السفير. ما تفسيرك لتصاعد الموقف الآن من الجانب الإسرائيلي تجاه الجانب الفلسطيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تصاعد الموقف له علاقة بأن الإسرائيليين يريدون مسح الاتفاقيات التي وقعت ما بين الطرفين الفلسطيني والمصري، الفلسطيني والإسرائيلي، ويريدون أن يبلغوا رسالة بأنهم لا يريدون أن يكون هنالك حالة وصاق فلسطيني داخلي، وأن يكون هنالك اتفاق وحدة وطنية داخلية فلسطينية. يريدون أن يرسلوا رسالة بأنهم هم الذين يحددون المسار لكل الأطراف الفلسطينية بدون استثناء. هم يريدون أن يقولوا هذه دولة إسرائيل، ولا أن يكون لهم هم يعني اليد العليا. نعم، أنهم هم اليد العليا، وأنهم هم الذين يحددون ما الذي يمكن أن يحدث وما الذي يمكن أن لا يحدث. تقييمك للموقف الدولي وبالتحديد الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تمارس دور أو لعبة الذي لا يرى لا يسمع لا يتكلم. حتى الآن تحافظ على حالة صمت رهيبة غريبة، لا يدري أحد ما السبب، سوى أنها تفتح المجال أمام الإسرائيليين لأن يستمروا في حالة انتهاك الفلسطينيين والعدوان على الفلسطينيين بأقصى وأبشع أنواع الأسلحة الإسرائيلية التي تستخدم الآن، دون أن يكون هنالك رادع ولو بموقف لفظي من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أطراف دولية. هذا هو الموقف. الموقف الدولي حتى الآن غير التصريح الذي أطلقه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، لا يوجد أي موقف دولي، ولكن أعتقد أن خلال الفترة القادمة
سيكون هنالك موقف تمام. بعد الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي بالفعل. ولكن سيادة السفير هناك تصريحان فيما يخص فرنسا، الرئيس الفرنسي أولاند متضامن مع إسرائيل، تقييمك لهذا الموقف، وميركل أيضا. أنا لم أقرأ هذا الموقف ولم أسمع به، ولكن أعتقد بأن أولاند لنتنياهو، فرنسا متضامنة مع إسرائيل أمام إطلاق الصواريخ من غزة. أدان الرئيس الفرنسي أولاند اليوم الأربعاء بشدة إطلاق حركة حماس الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وعبر عن تضامن فرنسا مع إسرائيل، وده كان من خلال تليفون. أما ميركل تدين الهجمات الصاروخية على إسرائيل في اتصال هاتفي مع نتنياهو. نعم، هي كل الفكرة بأن الموقف الدولي يدين عمليات إطلاق الصواريخ من طرف حماس على إسرائيل. لماذا؟ وليس العكس. لأنهم نعم وهذا له أسباب صحيح نحن لا نوافق عليها، ولكن هذا هو الأمر الواقع الموجود. أولا أن المجتمع الدولي معني بأن الدول التي ذات عضوية في الأمم المتحدة. الثانية أن المجتمع الدولي ما زال حتى الآن يصنف حركة حماس باعتبارها حركة إرهابية، وبالتالي أي أعمال تحدث من حركة حماس تعتبر أعمال يعني حسب التصنيف الذي يصنفونه هي أعمال ملفوظة ومرفوضة باعتبارها تدخل في إطار الإرهاب. الآن يفترض بالموقف العربي والموقف الدولي أن يكون داعم للموقف الفلسطيني باتجاه أولاً التزام كل الأطراف، وأقصد هنا حركة حماس، أن تلتزم بالموقف الفلسطيني الداخلي، وأن يكون هنالك التزام باتفاق الوحدة الوطنية الداخلية، وألا تقوم حماس بأي تصرفات تخرج عن حالة الوفاق الوطني الفلسطيني الداخلي. الفلسطينيون، وأقصد هنا الممثل الشرعي الرسمي الرئيس محمود عباس ومنظمة تحرير فلسطينية، لهم علاقة ب محاولة استقطاب موقف دولي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبالتالي التوافق الوطني الفلسطيني الداخلي يؤدي إلى اجتذاب الموقف الدولي. خصوصا أننا لا يمكن أن ننسى أنه أحد أهم أهداف العدوان الإسرائيلي هو تحطيم حالة الوفاق الوطني الفلسطيني الداخلي، وعدم رضا بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة على موقف الرئيس محمود عباس بأن يكون هنالك حالة تصالحية مع حماس ومع الفصائل الفلسطينية. تمام. وبالتالي هذا يلزم الأطراف الفلسطينية بأن تراعي الأمر، وأنا أقصد حماس. سيادة السفير تفضلي. سيادة السفير، حضرتك اسمح لنا تكون معنا على الهاتف وتستمر معنا في هذه المداخلة، وخصوصا أن معي على الهاتف الآن سيادة اللواء حسام سويلة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأصبخ. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور يا فندم. سيادة اللواء، حضرتك شايف أبعاد الاعتداء السافر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وخصوصا ونحن أمام الآن موقف دولي يعني عليه كثير من علامات الاستفهام. وطبعا الاعتداء شيء مؤسف، الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة شيء مؤسف جدا، لأن الضحايا كثيرين جدا. ولكن دعينا نتكلم بصراحة، يمكن الصراحة بتكون مؤلمة شوية، أما لازم نواجه الموضوع بصراحة. العمليات دي كلها سببها سوء إدارة أزمة من جانب حماس والجهاد الإسلامي في البداية. يعني هم مسكوا أو قبضوا أو اعتقلوا 3 من الإسرائيليين، ماشي مفيش مشكلة، كان من الممكن 3 الإسرائيليين دول نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي عليهم ويطلق سراح أكثر من 1000 أو 2000 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لما حصل في قضية الجندي شاليت، لما أفراج مع الشاليت بعد مفاوضات كبيرة وأخذوا مقابله وتم اتفاقية الأسرى وتم الإفراج عن أعداد كبيرة. ولكن للأسف اللي وجدنا أنهم قتلوا 3 الأسرى. طب هل اللي اتخذ هذا القرار بتصفية هؤلاء الإسرائيليين حط في حسابه رد الفعل الإسرائيلي؟ أعتقد ده. لو كان إنسان بيدير الأزمة بنوع من رجاحة العقل ما كانش ابدا اتخذ قرار تصفيه 3 الاسرى، وكان حط في اعتباره ان الرد الفعل الاسرائيلي هيكون عنيف. هيكون عنيف. الامر اللي ادى الى اعتقال اكثر من 800 900 واحد في الضفه الغربيه من الفلسطينيين،
وبدات العمليات الضرب اللي احنا شفناها للاسف بيسقط الابرياء. طيب سياده اللواء يعني سمحتي اتفضل اتفضل. ايضا في اداره الازمه حماس مشيت باسلوب حضرتها باسلوب التصعيد والتصعيد المضاد. يعني هم النهارده لما يضربوا بالصواريخ تل ابيب ويضربوا حيفا ويضربوا اشدود ويقولوا ان في صواريخ لنا واحد جنب الكنيست، هل متصورين ان اسرائيل هتسكت؟ يعني في لابد ان يكون شيء من الحصافه في اداره الازمه. انت بتضرب صواريخ على قلب تل ابيب او على قلب القدس او على قلب حيفا، حيفا فيها منشات صناعيه كبيره جدا بتروليه وكيماويه، ممكن تحصل حرائق وتدميرات كبيره على تقواسع، ولا تتوقع ان رد الفعل الاسرائيلي هيكون عنيف. طب معظم الصواريخ اللي اتضربت وقعت في اراضي قاحله، على اراضي صحراء. انما لو ضربتين ثلاثه اربعه من القنابل بتاعه الطائرات تلطيش بدون دقه هتجيب خسائر بشريه في غزه المكتظه بالاف السكان. فين العقل هنا في تقدير الموقف؟ فنحن هنا عندنا عمليه تصعيد قابل تصعيد مضاد، تصعيد وتصعيد مضاد. وبعدين الاخطر من هذا ان تم حشد 2 لواء ميكانيكي موجودين على حدود غزه، في 1500 واحد تم تعبئتهم، في 40,000 واحد اسرائيلي تحت التعبئه، وفي تهديد باجتياح القطاع. تمام سيادة، الحسابات الرشيده في اداره هذه تمام بشكل لا يمكن. تمام سيادة اللواء اسمح لي يعني حضرتك خليك معايا على الخط، بس انا عندي سؤال لسيادة السفير حازم ابو شنب عضو المجلس الثوري لحركه فتح، كيف ترى وجهه النظر الخاصه بسيادة اللواء حسام سويلم وعدم اداره الازمه بالشكل المضبوط من الجانب الفلسطيني؟ يعني اولا مساء الخير لسياده اللواء، واقول بانه يعني مبدئيا لم تعلن اي جهه فلسطينيه مسؤوليتها عن عمليه اختطاف للاسرائيليين الثلاث، ولكن هي روايه اسرائيليه ادعوا فيها ان هنالك عمليه اختطاف وادعوا بعدها انهم وجدوا جثث. الان هذا لم يثبت ان اي طرف فلسطيني له علاقه بالموضوع، ولكنني اتفق مع اللواء حسام سويلم بان هنالك اشكاليه بانفراد حركه حماس، يعني سوء الاداره، انفراد حركه حماس بالقرار الفلسطيني واتخاذها لقرارات لها علاقه بالتصعيد مع العدو الاسرائيلي دون اخذ موافقه الاطراف الفلسطينيه باختلافه، خصوصا ان قبل اقل من شهر كان هنالك اتفاق للمصالحه والوحده واعاده تشكيل، يعني خلينا نسمي الامور بمسمياتها، انه كان هنالك اتفاق على اعاده تشكيل النظام السياسي الفلسطيني استنادا الى حاله التنوع والتلون في المكونات الرئيسيه للنظام، اقصد فيها التعدديه، وبالتالي تصبح حركه حماس جزءا من النظام السياسي، سواء جزءا من الحكم او جزءا من المعارضه، وكله اسم نظام سياسي. وبالتالي هنا لا يحق لاي طرف سواء كان في الحكم او كان في المعارضه ان ينفرد بالقرار، ما جرى ان حماس، وهنا انتقادنا واضح ونلتقي فيه مع اللواء حسام سويلم، بانه هنالك انفراد حمساوي بالقرار واتخاذ اجراءات بتصعيد ثم تصعيد ثم تصعيد ثم تصعيد دون ان يكون هنالك توافق مع حساب للعواقب، حساب للعواقب. وخليني ازيد على ذلك واقول بوضوح، يا جماعه من يدفع الثمن الأبرياء. هو الجمهور الفلسطيني، الناس المواطنين. يعني ما نرى من صور هي اطفال تتمزق الى اشلاء وامهات تترنح وتقطع الى قطع صغيره وتتفتفت في احيان اخرى، طب مين المسؤول عن هذا الكلام؟ يا ستي اذا عايزين نتكلم بالدين، يعني من اهم القواعد الدينيه درء المخاطر، ودرء المخاطر مفضل على جلب المكاسب، يا اخي راعي مشاعر الناس لا غير راعي مصالح الناس، ومع ذلك كمان مره علشان ما حدش، وده اللي ما حددوش في الحسبان حركه حماس. اذا سمحتي لي سريعا، نحن في حركه فتح بوضوح، نحن مقاومة ونلتزم بالمقاومة ونلتزم بأن نظل مقاومين للمحتل وللعدو طالما أنه يعتدي علينا، ولكن يا جماعة خلينا نتوافق على شيء، خلينا نكون ناشين مع بعض، ومحدش بيقدر يداود على الثاني ويقول أنه هو مقاومة والتانيين مش مقاومة. محمود عباس الرئيس محمود عباس يقود مقاومة فلسطينية صلبة بالدبلوماسية وبالسياسة وبالتكتيك وبالاستراتيجية ضد العدو الإسرائيلي، لماذا تفشلوا في هذه اللحظات؟
خلينا نكون مع بعض ايد واحدة ونواجه هذا العدو المتغطرس المتطرف الذي يقتل في كل مكان. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير حازم ابو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وما زال معي على الهاتف اللواء حسام سويلم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق. وفي سؤال سريع، يمكن التقيت حضرتك في نفس وجهة النظر ما بينك وبين السفير حازم أبو شنم. أنا السؤال الأخير لسيادة اللواء حسام سويلم هو الموقف المصري، ونحن نعلم الآن أن هناك قرار وشيك بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين المصابين. هو طبعا مصر مش بس فتحت معبر رفح، مصر بتقوم بجهود كبيره جدا سواء مرئيه او غير مرئيه من جانب مدير المخابرات العامه لوقف هذا العدوان، ومصر هي الاتصال الوحيد ما بين اسرائيل وما بين حماس عشان تبقى عارفه والمشاهدين عارفين. تمام. يعني مصر جهودها ليست قاصره فقط على بيانات الادانه والشكل والجهود الدوليه وعقد مجلس الامن والاخر، لا، مصر بتقوم بجهود وساطة فعلية غير مرئية مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب الفلسطيني، وهي حلقة الوصل الوحيدة النهاردة من خلال المخابرات العامة ما بين حماس وما بين الإسرائيليين. حتى أن في معلومات اتسربت أن مدير المخابرات العامة، ما أعرفش كلام ده صح ولا غلط، إنما أنا قريته، راح إسرائيل عشان هذا الموضوع. فمصر لا يعني مش لا تألو جهدا يعني لحل هذه المشكله، لا تألو جهدا في عمليه وقف اطلاق النار، مش عشان خاطر حماس، واحنا شفنا بلاوي من حماس بالنسبه لا لا علشان الشعب الفلسطيني يا سياده الله، علشان الشعب الفلسطيني بالظبط. احنا تحملنا كتير من حماس لغايه النهارده اللي بيبعتوها لنا عبر الانفاق اربع او خمس عساكر اصيبوا واستشهد واحد، عشان بس مش عايزين نتكلم ونفتح الموضوع ده في الوقت اللي شعب غزه بيئن منه من الضربات الجويه، ولكن احنا عايزين نوقف العدوان بالظبط. اعتقد انه هدف يعني مشترك سواء على الصعيد الدبلوماسي او على صعيد المخابرات العامه بالظبط إسرائيل. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء حسام سويلم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق والمحلل الاستراتيجي، شكرا جزيلا. هنتقل معاكم مشاهدينا إلى خبر آخر، وهو خبر محلي داخل جمهورية مصر العربية. الشروق بتنشر قرارات مجلس الوزراء اليوم في مجموعة كبيرة من القرارات، وعلى رأسها فكرة مراقبة الأسعار، لأن في كثير من شكاوى الآن تجاه هذه المشكلة. هل هناك تشريعات من الممكن أن تكون رادعة تشديد للعقوبات؟ ده هنعرفه معنا الآن على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ ناصر فياض. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء الخير أستاذ ناصر، إحنا معنا مجموعة من القرارات، هل حضرتك تقدر تقول لنا نبذة سريعة عن هذه القرارات؟ يعني هي قرارات عديدة معظمها يتعلق بالشأن الخدمي في المرافق الخدمية، ولكن أبرز ثلاث قرارات: قرار إعفاء بعض الذين قضوا فترة من العقوبة بمناسبة العاشر من رمضان في عدد من القضايا بمناسبة ذكرى احتفال انتصارات العاشر من رمضان. رقم 2، الموافقة على اتفاق مع شركة دولية متخصصة في إنتاج عقار الالتهاب الكبدي الوبائي، ووفقا لتصريحات وزير الصحة سوف يتم طرح 225,000 جرعة علاج خلال الست شهور التالية لشهر 9 القادم بإذن الله. وهيبقى في ضوابط كمان أستاذ ناصر بالنسبة لهذا العقار في صرفه في العلاج. هذا العقار جرب دوليا يا أستاذ إيمان تماما وهو آمن، لكن لا أنا مش قصدي ضوابط على العلاج نفسه، ولكن الضوابط في عملية تداول هذا الدواء، يعني في البعض تبع المؤسسات، بعض الآخر قادرين هيشتروه لكن بأسعار محددة. تمام، ما هي دي بقى ده الشغل الجديد اللي احنا المفروض يتم من وزارة الصحة، يصل العلاج إلى من يستحقه، أما القادر فعليه أن يسدد وأن يدفع. والنقطة كمان يعني دي نقطة يعني مهمة جدا، ويعني المشكلة مش فكرة طرح الدواء ولكن وتركه في أيدي التجار يعني أو مدعي الطب للأسف، والأسعار تبقى في غير متناول الجميع. دي نقطة مهمة، وأعتقد أن دي هتربطنا برضو بفكرة إمكانية الحكومة أنها تقدر تضبط الأسعار أستاذ ناصر.
سريعا عشان خلاص وقت هي انتهى. هي منظومه فعلا متكامله كلها بالضبط. ان احنا عايزين نوصل الخدمه الى من يستحقها وليس العكس، وتصل اليه بطريقه ادميه ومحترمه، ليس بالتحايل وليس بال يعني الاحتياج الى واسطه كي ان هو يتعالج على بهذا العقار بالمجان. تمام. احنا عايزين وضع جديد بعد 30 يونيو وبعد انتخاب رئيس جديد في كل المجالات بما فيها طبعا المجالات الخدميه وخصوصا قطاع الصحه. بالظبط. يعني اسمحي لي اقول لحضرتك في سريعا بس يا استاذ ناصر، اتفضل. قرار بخاص بتشديد العقوبه على مخالفات البناء سواء في المناطق الزراعيه او المناطق الزراعيه، هذه ابرز ثلاث قرارات اتخذها مجلس الوزراء اليوم، الى جانب ان هو ناقش عده تقارير باختصار كده، تقرير امني من وزير الداخليه عن الوضع الامني، وتم تشكيل مجموعتين عمل، المجموعه الاولى من الوزراء المختصين بالشأن الخدمي لبحث والتأكد من توفر السلاح في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع في المحافظات، المجموعة الأخرى وهي من المحافظين بالتعاون مع الوزراء المختصين لحل مشاكل الجماهير، وتم تكليف الوزراء بالذهاب، كل وزير هيروح محافظة مرة في الأسبوع 24 ساعة يقعد مع الناس مع الجماهير، يعني في حالة حركة دائمة، يعني حركة دائمة للوزراء والمحافظين والمحليات. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ ناصر فياض، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرة أخبارنا اليوم، وحنتوقف معاكم فاصل سريع، هنرجع لكم مع فرقة شوية فن بقيادة الفنان أيمن جوزيف، سهرة فنية موسيقية رب إن شاء الله تستمتعوا بها مع زميل شريف عبد الوهاب، خليكم معنا. عشقتك فجر بتحني، عشقتك صبح بيغني، عشقتك نسمة عصاري وليل قمره بيعشقني. قول ما انا اللي عشت في ظلك والباقي مني فاضلك، انا اللي عارف العنوان لا توه عنك ولا اضلك، يا بلدنا يا سفينة نوح لا التوها ولا الغرق مسموح، لو هتعدي ألف بحر سلامك من ربنا ممنوح، وإر واشهد واعترف مهما معاكي أختلف، ألف الدنيا وارجع أجري لحضنك وانحدف، ولسه بشوفك في المنام بيت وغيط وبرج حمام، صبية عفية ما تتوصفش بالكلام، لعمرها عاشت محنية ولا بطلتش الحنية، يعدي بيها الزمن تفضل عروسة محنية، رجع الصبايا تغني يا بلدي، رجع الصبايا تغني يا بلدي،
الله أكبر. تحيا مصر، مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في كل مكان مرة تانية على الهواء على شاشة الفضائية المصرية. شوية فن، شوية فن جميل سمعناه، شوية فن هنقدم معاكم، يعني نقدر نقول وقت مش كتير بس وقت هتستمتعوا بيه، وقت هنحاول اننا نفهم يعني ايه فن بجد. بدل ساعات بنلاقي فن سبوبة، بنلاقي فن ما ينفعش ان هو حتى يتزاع في رمضان، عشان بس الناس ما تزعلش قوي لان في بعضهم كلمني، بس فعلا يعني يا ريت نخف من سبابيب الفن شويه. بس صدعوني ان انا ارحب بفرقه جميله ناس كتير عارفاها وناس شافتها في ساقيه الثوره بتروح تتفرج عليها، وناس عارفه ان هي بتقدم فن محترم. فرقه شويه فن بقياده ايمن جوزيف او جو معانا. جو نور. اهلا بيك. اهلا، ازيك يا جميل؟ كل سنه طيب وانت بالف صحه وسلامه. بص انا مش عايز اتكلم كتير، تمام، على قد ما انا اسمع الكلام الجميل. يعني بصراحه انا نفسي كده تقعدوا تقولوا على طول، بس في البدايه انا عايزك برضو تقول لكل الناس اللي شايفانا في كل مكان في العالم، تعرفني بقى اعضاء الفرقه اللي ما جوش مصر، اللي شايفانا في الفضائيه المصريه يعرفوا اسمائهم، الفرقه بقى لها قد ايه. في ناس عارفه بس في ناس مش عارفه. انا عارف ان انت من 2010 والكلام ده، بس في ناس عايزين نعرفهم اكتر، والاعضاء المنورين دول. تمام، احنا فرقه اسمها شويه فن. احنا بنقدم شعر وغنى ومزيكا، وده جزء طبعا من الفرقه. احنا حوالي احنا من 12 ل 14 فرد، يعني ساعات بنبقى 15. ويشرفني يكون معايا النهارده الجزء الجميل ده احمد عسكر على الايقاع، علاء عصفوره، ماجد اول حاجه يلعبها معانا النهارده، يعني لسه بقى له معانا يومين مش هتبقى اخر مكس. امرأة فرحات على الكولة، وطارق الماحي مطارق. طارق كمان كل سنة طيبين، نورنا. انا مبسوط، الفرقة فيها روح حلو قوي، بتكلموا عندكم اغاني جميلة، يعني في قهوة وسط البلد، في شوية فكة، في ما بقول يعني الاغاني بتاعتكم ناس كتير بتحبها وناس كتير بتحبها. يا رب تسمعها يا رب. طب ما تسمعنا حاجة. يا بص انا عارف ان انت هتتعب بقى معايا شوية، بس اتعب يعني. يلا بينا طيب نقول نقول شوية فك. الله، دي تفاؤل دي. يلا هي اغنية متفائلة كده. يلا يلا يلا. دي تأليفك؟ كل الأغاني كلماتي وألحاني. تمام تمام، نتشاور بقى أنا والفرقة كده الأغنية تطلع شكلها إزاي. يعني نقدر نقول الكلام ده جايبه من مصر. هو أنا الجو اللي حوالينا، من الناس بتقعد معاها، يعني حاسس الكلام قريب مننا قوي، يعني حتى الاغنيه الاولانيه تحس انها قريبه مننا قوي. انا مهتم قوي بالروح المصريه انها تكون موجوده في الاغاني، وانا اصلا بحب العاميه المصريه وبحب مصر، يعني مصر بتاعتنا، يعني مصر الحاره، مصر الاحياء الشعبيه، مصر التاريخيه، يعني جميله دي الجميلة. انا دايما قاعد في الاماكن دي ويعني بشوف شويه فك. شويه فك معايا. لسه بجيب شوية فكة، الله، لسه بوشي ملامح ضحكة، لسه القهوة في آخر الشارع عند عمود النور الوالع، ولسه بحن واحب وسامح وبدادي وحايل وصالح. حلو قوي. لسه بجيبي شويه فكه، لسه بوشي ملامح ضحكه، لسه القهوه في اخر الشارع عند عمود النور الوالع، ولسه بحن واحب وسامح وبدادي وحايل وصالح. لسه في وسط الزحمة الدوشة،
فعلا. بسمع صوت بياع الفل لسه ببص من الشباك، يمكن بنتك رنة الطل لسه في وسط الزحمة الدوش. بسمع صوت بياع الفل لسه ببص من الشباك، يمكن بنت جيراننا بطل ولسه بحن واحب وسامح وبدادي وحايل وصالح. ان العمر الفايت راح وان الشمس هتطلع بكرة ولسه الكون واسع وبراح. لسه مرايتي بتفكرني ان العمر الفايت راح وان الشمس هتطلع بكرة ولسه الكون واسع وبراح، ولسه بحن واحب وسامح وبدادي وحايل وصالح. لسه بجيبي شويه فكه، لسه في وشي ملامح ضحكه، لسه القهوه في اخر الشارع بداني وحايل وصالح. برافو برافو، شكرا. خليك عندك يا جو بصراحه، عشان ايه هنستغلك كتير قوي النهارده. تمام. ايمن، وانت بتغني انا في كلام في الاغنيه بصراحه وقفني، المرايه، المرايه لسه بتفكرني. ساعات كده بتقف قدام المرايه بتفتكرك حاجات قديمه، تفتكرك حاجات قديمه. انا بقول لسه مرايتي بتفكرني ان العمر الفايت راح. تفتكر المرايه بتفكرني؟ المرايه دي بالنسبه لي حاجات كتير، يعني المرايه فيها فلسفه كتير، يعني لو الواحد اتعمق فيها، يعني لو الواحد قاعد يكتب عن حواديت المرايه مش هيخلص. يعني تحس ان احنا فعلا محتاجين نهدى في حياتنا، يعني الكلمات بتاع الاغنيه اننا محتاجين نهدى شويه في حياتنا. احنا محتاجين نتفائل، الدنيا مش غامقه قوي، واحنا مش وحشين قوي، واحنا عندنا حاجات حلوه قوي كتير احنا مش شايفينها. هو بس يعني نصحى الصبح كده نقول يا رب، ونتعامل مع بعض بصدق وضمير. صح، ما فينا بس صدق وضمير وحب، كل حاجه هتبقى جميل. وده اللي موجود عندك في الفرقه بصراحه، وده اللي انا احييك عليه بجد. وده مش كلام، كلام ناس كتير. وعايز اعرف، من 2010 بديت ومع ثورة يناير في اغاني كتير كانت بتطلب منكم، منها قهوة وسط البلد. صح؟ تمام. ليه قهوة وسط البلد؟ هي قهوة وسط البلد علشان معمولة بالريتم اللاتين. هو طبعا احنا مش معانا، مش معانا الدرامز والبيز بس ليه؟ كله ليه بس دي؟ عشان الغنوة دي انا بحكي فيها عن وسط البلد كلها. انا ملخص تقريبا معظم مشاكلنا من خلال ولد وبنت قاعدين وسط البلد على قهوة. ودي ده اللي احنا بنشوفه، يعني انا بشوف، يعني انا بجيب من الشارع. يعني في كتاب يقول لك انا بفتن على الشارع. انا مش بتخيل، او ما انا بشوف الشارع بيقول ايه، او اللي انا شايفه قدامي بحاول ان انا اخليه كتابة، اخليه اغنية. حاسس ده ممكن يوصل بسرعة؟ يعني يا جو لما انا اجي اتكلم على الشارع واتكلم على المشاكل ما بين واحد وواحد قاعدين على قهوه في وسط البلد، ده ممكن يوصل للناس بسرعه؟ يوصل للناس، بس هي الحدوته كلها دلوقتي في الشكل الموسيقي اللي بيتقدم. شكله ايه؟ الشكل الموسيقي اللي بيتقدم دلوقتي بالنسبه للفرق الثانيه، يعني او بالنسبه عموما، اما شعبي وهيصه واوتوتيون وكده، اما قوالب كلها غربيه مستحدثه علينا يعني.
أنا بحاول يبقى الشكل الموسيقي أو الميلودي أو اللحن بتاعنا في برضو في ميلودي مصري في, في, في لحن في شرقية جوه الموضوع. الغنوة دي تحديدا معمولة بالريتم اللاتين ومعمولة بقالب موسيقي كده خفيف زي الاسكتشات كده. انت كراجل فنان بتفضل انك تعمل دمج ما بين المزيكا الشرقي واللاتين، ولا بتفضل المزيكا الغربي تبقى ليها اغانيها والمزيكا الشرقي يبقى ليها اغانيها؟ لا، هو حسب حالة الاغنية، حسب حالة الأغنية. احنا بنشوف الشكل الموسيقي اللي يتناسب مع حالة الأغنية نوصلها ازاي للناس بأحسن شكل. طب ما انا عايز اسمع منك حاجة. اختار لي انت حاجة بقى. اختار للناس. اختار للناس. احنا قلنا شوية فن هنسمعهم حاجات جميلة النهاردة، فانا سايب الاختيار ليك. تمام. بمناسبة التفاؤل يبقى احنا هنقول للناس ان البلد دي احسن من غيرها. انت شايف ان البلد دي احسن من غيرها؟ طبعا. مقتنع بالكلام؟ احنا على فكره احنا عاملين سلسله حفلات مسمينها مصر جميله. دي مبادره حلوه قوي. بنقول للناس ان مصر جميله من خلال الفن ومن خلال مبدعيها والصناعيه والفلاحين، وبينا كلنا مصر جميله. انا عايز اكد ان مصر جميله. في الحفلات دي في نفس الوقت تيجوا برضو معانا كذا مره نتكلم ونغني للناس، يعني في الحفلات دي هنزحلكم معانا في البرنامج. يعني يشرفنا طبعا. ده يشرفنا اكيد. طيب نقول البلد ده احسن من غيرها؟ يلا بينا. يلا. لما خلجاته وسافر. الله. لما خلجاته وسافر. سنين العمر بيعافر. واما سألوه على الوطن قال سيبوني الجوع كافر. قالوا له شبعت يا خال؟ قال والله شهدك يا غربة عالجم، ولسه بعده يا خال هتعاود في الحال. ولسه بعده يا خال هتعاود الترحال. ولسه بعده يا خال هتعاود الترحال، وترجع بعد غربة تشكي لي الحال. الله الله عليك. يا خال ولسه بعده يا خال تعاود الترحال، وترجع بعد غربة تشكي دي الحال. يا خال البلد ده احسن من غيرها. يا خال البلد ده احسن من غيرها مهما كانت مشاكلها. بص بعيوننا هنشوف كده وندعي لها. البلد ده احسن من غيرها مهما كانت مشاكلها. بص بعيون مفتوحين هنشوف كده وندعي لها. هنا العشرة وهنا الجيلة، هنا اللمة وهنا العيلة، هنا العشرة وهنا الجيلة.
الإنسان من غيرها مصر جميلة. الله فعلا البلد احسن من غيرها. وانت كده اديتنا يعني جرعه تفاؤل. انت مش تخيل جدود الافعال ازاي بصراحه ما شاء الله عليكم بجد. البلد دي احسن من غيرها. لو هنتكلم بتفاؤل شايف المزيكا ممكن تعمل دور الفتره الجايه لو اتدخلت الدوله في الفن وعملت سينما زي الكلاسيكيات اللي كنا بنشوفها ودعمت الفرق المستقلة. أنا مش بقول إحنا بس، لا في فرق كتير شبهنا وزينا بتحاول تقدم فن جد، بس محتاجين دعم الدولة والدولة توقف جنبنا لأنه إحنا ما عندناش منتج. طب. إحنا بنصرف على فننا، إحنا ما بنشتغلش شغل تجاري. لازم الدولة تتدخل وتدعم الفن المستقل، مسرح وسينما وفن تشكيلي وغناء. ولازم ان هم يعني انتاج بقى مسلسلات سينما اغاني جميلة منكو. هو ده ان دولة تحتضن المواهب المحترم الجميلة. ده مش معناه ان التنين لا القطاع الخاص يشتغل وينتج وكل حاجة بس يلاقي قصاده في منافسة، منافسة حقيقية في حاجة حلوة، والجمهور في النهاية هو اللي بيحكم. أكيد صح أكيد. جو؟ أكيد. إيه موضوع يوميات قبطي في رمضان دي؟ تمام. هو أنا أولا كل سنة طيب بغض النظر عن أي حاجة، كل سنة ومصر كلها والعالم العربي كله طيب. دايما كلنا بنقول لبعض كل سنة طيبين، كلنا مصريين. أنا قبطي بستنى رمضان كل سنة، ورمضان بالنسبة لي حالة من البهجة والتفاؤل وحياة جميلة. أنا بستنى رمضان أنا بتناول رمضان من خلال كتاباتي كده. أنا ابتديت السنة اللي فاتت أكتب على صفحتي على الفيسبوك جو شوية فن رمضانيات بقلم قبطي، إن قبطي بيكتب عن رمضان. بتناول رمضان من خلال الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد. طب ليه عملتها؟ ليه عملتها؟ حسيت إنها ممكن تبقى صدقة لو طلعت من حد كده؟ بغض النظر عن إن أنا أحسب فنان أو لأ، أنا في النهاية إنسان عندي رسالة. طالما قادر إن أنا أعمل حاجة ولو بسيطة يعني تنمي الروح أو الهوية المصرية أو تنمي الروح الوطنية فينا أو ترسخ لفكرة إن إحنا نسيج واحد، بعيدا عن كل التغريب اللي حصل الفترة اللي فاتت والفكر الجديد اللي ظهر، فكان لازم امسك القلم او دلوقتي الكيبورد يعني على الكمبيوتر وابتدي اكتب عن رمضان. ازاي قبطي بيكتب عن رمضان؟ تمام. طب ما تسمعنا بقى حاجه جميله كده. حاجه جميله ازاي او ممكن يعني حته منها لو ممكن من يوميات قبطي في رمضان، وبعدين عايزينك تخلبنا القعده الجميله دي بحاجه تختارها لنا بحاجه متفائله، بحاجة فيها تفاؤل، لأنك بصراحة دخلت جوانا التفاؤل. حاضر. يبقى احنا يعني اتنين ورا بعض بصراحة. تمام. هو بالنسبة يعني رمضانيات بقلم قبطي اللي أنا كنت عايز أحولها لبرنامج تلفزيوني السنة دي اسمه يوميات قبطي في رمضان، بس الإنتاج يعني ما أسعفنيش لأن الفكرة جت. تلفزيون مصري بس مع إن المحترمين. عايز أحولها لبرنامج إنه قبطي يعني بيحكي عن رمضان. عن رمضان الجاي عادي إن شاء الله بإذن الله. يعني انا بتناول يعني مثلا اخر واحده في الرمضانيات اللي انا كتبتها السنه اللي فاتت اللي هي ليله عيد السنه اللي فاتت كانت بتقول اتحداك لو تقدر تعرف الفرق ما بين الكحك بتاع فاطمه والكحك بتاع تريز لانه من نفس العجين. العجين كله مع بعضه صعب تعرف الفرق. هتدوق الكحك ده، هتدوق الكحك ده، هو اللي في البيت ده، هو اللي في البيت ده. لا بس في ناس عايزانا نفاجئ ما بين طعم ده وده. لا يمكن لا. مش هيحصل صدقني، مش هيحصل. انا الفرقه كلها صوم طيبين جميعا. انا معيش حد، انا الوحيد القبطي وما فيش حد زي فرق ودول اخواتي ويعني انا بحبهم قوي يعني. بس هو عزمنا على السحور بعد الحلقه. انا لغايه دلوقتي احنا النهارده 11 رمضان انا اتعزمت على السحور 6 مرات وعلى الفطار 8 مرات. طيب انت عزمنا على السحور عشان كده جايب 5 بس؟ وهنخرج نتسحر كلنا وتعالى معانا يا ريت. طيب يلا جو يعني اختمنا بحاجه جميله كده تقولها لنا. طيب نقول حاجه صغيره كده عن جدع طيب ورومانسي. الله رومانسي الله. ليه؟ مع انه جدع طيب
ورومانسي عاش في الدنيا وحيد سنة طيبين نورتونا شوية صحيح. فن أيمن جوزيف في كلمة توجهها لكل الناس تقول لهم إيه؟ أقول لهم مصر جميلة بكل واحد فينا نتفائل نبتهج إن شاء الله اللي جاي أحلى وكل رمضان وانتوا طيبين أنت بألف صحة وسلامة شوية فن بقيادة أيمن جوزيف جو خلصت الحلقة بس هما كلمتين أنا عايز أختم بيهم أول حاجة أنا بتوجه بالشكر لصاحب سمو الملك الأمير الوليد بن طلال على مبادرته الكريمة في دعم صندوق تحيا مصر ودي مبادرة كريمة وكمان كلامه الكبير اللي قاله على هذا الوطن وده شيء يحترم ونشكره شكر جزيل واجب لصاحب سمو الملك الأمير الوليد بن طلال. في نفس الوقت أنا عايز أقول لكم كلمتين قالهم أيمن النهاردة أو جو قال لكم البلد دي أحسن من غيرها وأنتوا فاهمين كلامي بس نفتح عينينا عليها وندعي لها والله البلد دي مليانة خير خلوا بالكم منها. تصبحوا على ألف خير.